سيد مراد جازولي رئيس جمعية تجار الزهور سايس. بالنسبة للإضراب، حنا ما عندنا لا إضراب لا والو، حنا الأجواء عندنا عادية. بالنسبة لشي وحدين اللي ما حلوش، كاين عندنا واحد 3% اللي ما حلوش المحلات ديالهم خوفا من الأحداث، ولكن الأمن راه قايم بالواجب ديالو والحمد لله. حنا ما عندنا حتى شي حاجة، كاين صراعات بين الأحزاب، حنا ما عندناش غرض بين الأحزاب ولا هذه والنقابات، حنا لا علاقة لنا بالصراعات وهذه وهذه. وشكرا، شكرا.